اتصل علينا زبون عنده خلية نحل او طردة بيعرف بسوارم بقلب البيت، وشوفوا لي هالطردة ما احلاها. شوفوا معي شو رح نعمل كرمال نستخلصها من دون ما نأذيها من دون ما نقتلها. كتير مهم تعرفوا اي حدا بيجي لعنده خلية نحل ما تأذوها، تتصلوا فينا نحن اذا ما كنا قراب منكم، نحكي حدا مختص بيجي بيخدم منكم اقل طريقة ممكنة من دون ما يأذيها ومن دون ما يأذيكم. اسرع طريقة عم جرب اعملها هي لاقي الملكة، بشيل الملكة. هلا ما معي بدلة، ما معي شيء، ما معي كفوف، معي كرتونة. لقيت الملكة ليكو وينة، ورح نجرب نسحبها من بين النحلات. النحل شرس منه رايق، بس برضو رح نجرب نسحبها للملكة. وهون ضيعناها اول مرة للملكة، وجربنا نرجع نفتش عليها وهي اختفت. يعني هي ملكة صغيرة وكتير سريعة، اختفت بين النحلات. جربنا نحرك شوي بالنحل، لقينا انه هيدا النحل منه شرس، مستعد يدافع عن هالشمعة اللي عملها. هلا بما انه شوي شرسين النحلات، انما نجرب نشيلهم بايدنا، ما معنا بدلة، ما معنا شيء. رح نرش عليهم شوي محلول مي وسكر، خليهم يروقوا شوي النحلات. وهي الطريقة نجرب نقدر نكمش الملكة. رح ينشغل باله ينظف حاله، بصير فينا نحنا نقدر نمسكه أكتر. مالكم شايفين ليكو كيف زم. هلا انا الهدف كله الاساسي، الدنيا شوي عتمت، الهدف الاساسي هو بين شمع ورح يدافع عنا لهالشمعة. الهدف الاساسي هو لاقي الملكة هديك الساعة لقيتها، بدي جرب لاقيها ارجع وبسحبها بايدي بنحطها بكرتونة ونجرب ناخدها معنا. رجعنا شفنا الملكة بس محلها بنص هون نحلات هونيكي. زينون هيدي الكرتونة، ما عنا افران، ما عنا شيء تنحطهم فيها، فالحاجة ام الاختراع. طلع معنا منفى، جربنا ننفخ عليهم. هديك الساعة شفت الملكة، بهمني بس انا اشوف الملكة، بلقط الملكة بالقفص وكل النحل مستعد يلحقها للملكة. وهون لقيت الملكة، ما بعرف اذا رح تشوفوها مبينة معكم مطرح ما حاطت ايدي، بس كنت عم حاول شيلها من دون ما اذيها وما قدرت ورجعت اختفت. يلا عم تلعبنا هيدي الملكة، نرجع ننفخ لها شوي صغيرة تنظهرها لبرا شوي. ليكو ما اجملها هاي الملكة، شفتوها؟ وهلا كمشناها، شفتوا كمشنا الملكة، شوفوا شو رح نعمل هلا فيها. وهلا كمشنا الملكة، احي بايدي رح نحطها بهيدا القفص ونزل بهيدا القفص. هلا شو رح نعمل؟ هيدا القفص حطلها اياه بالكرتونه، بعد ما لقطناها بنحطه بقلب هيدي الكرتونه هون، وهيدي الكرتونه بنطلع لهم اياها للنحلات. عملنا لهم هون مدخل صغير، وهلا شوفوا كيف مجرد ما نحط شويه نحل بقلبها كيف كل النحل رح يتجه على قلب الكرتونه. هلا ليكو هي الشمعه بعد مش بيضه فيها، معبيتها عسل. اوكي بنبلش نشيلهم على رواق تنحط لها اياها بقلب الخليه كرمال بمجرد ما صار في شويه نحل هون مع الملكه، دغري النحل ببلش يعيط لاصحابه. ليكو العسلات سبحان الله شايفين، والنحل ببلش يعيط لاصحابه انه الملكه بقلب هيدي الخليه. يلا يا جماعه اتجهوا كلكم على قلب هيدي الخليه. كيف بلش النحل يتجه على قلب الكرتونه، عرف الملكه جوا. هلا مشان ما نأذيهم نعطيهم نفخة صغيرة بالمنفخ من فوق، ببلشوا ينزلوا لتحت. تفرجوا ببلش ننزلهم شايفين، كله بلش يتجه على قلب الكرتونة. وهلا بنتركهم شوية وقت ليفوتوا كلهم لجوا. وليكو شو طلع لنا منها هيدي، في عسل كتير طيب، مليانة بولان. كانت الملكة عم تبلش تحضر حالها بتبيض فيها، وجينا نحنا أكيد أنقذناها. رح ناخذها لعنا على المنحل لأنه هيدي محلها تنحط بمنحل. أهم شي تعملوا لايك وشير وفولو للفيديو،
تعملوا له ريبوست تنشر التوعية اللازمة بين العالم. أي حدا بشوف أي نحلة بيتواصل معنا، نحن إذا ما كنا قادرين نروح ناخدها نتواصل مع ناس مختصين بنساعدكم تاخدوها تشيلوها كرمال ننقذ أكبر عدد ممكن من النحل. لاحظوا هون كيف صاروا النحلات عم بعيطوا لبعضهم تيفوتوا كلهم بالكرتونة وبلشوا شوي شوي يخفوا. طرنا 5 دقايق لفات كل النحل لجوا. شوفوا معي كيف النحل كله صار جوا حد الملكة. وبهذه الطريقة منكون نحنا انقذناها لهيدي النحلة. وهيدي الطريقة it was another great day of saving the bees.